رائع جدا. طيب لو اتكلمنا عن أولمبياد طوكيو وعدد المشاركين واللعيبة، ومن عندنا أو من عند حضرتك كان كام لاعب تقريبا؟ احنا اللي كان مشاركين عندنا 11 لاعب ولاعبة، وكان المفروض ان احنا ربنا كان يوفقنا في ميداليه. الناس متوقعه فعلا ده بالظبط، لكن احنا نقول انه الرمايه طبق واحد في الرمايه بيفرق تماما ان هو اللاعب يدخل النهائيات. يمكن حصل ده مع عزم محلبة ومع عبد العزيز محلبة، الاثنين بصراحه حققوا اكبر ناتج عندهم، ولكن نقدر نقول ان الاولمبياد ليها حسابات مختلفه نفسيه ومعنويه بين جميع رماة العالم. يعني نقدر نقول في المثال في نوع من انواع الرمات اسمها السكيت، بطل العالم والاولمبياد ما كانش في من ضمن المصنفين السته اللي داخلين في النهائيات، مع انه اكبر واقدم لاعب على مستوى العالم، ولكن نقدر نقول ان هو دخل بالمباراه التفضيليه اللي هي الشوت اوف، وبعد ما دخل حصل على الميداليه الذهبيه. لكن عاوز اقول انه الرماية هي حاجة مش سهلة، حاجة بتحتاج عوامل كثيرة سواء نفسية وبدنية، إن الرامي يستطيع السيطرة على نفسه أثناء الأداء المسابقة. ويمكن نقدر نقول إنه الفريق المصري أدى الأداء المشرف، مش بنقول تمثيل مشرف، لا، الأداء المشرف، لأنهم حققوا قبل دورة الألعاب الأولمبية أول وثالث عالم نفس اللاعبين. ما هو ده بقى يعني زي ما بيقول المعادله اللي احنا مش فاهمينها، احنا محققين فعلا رانكينجز وبطولات، بس في الاولمبياد ما حققناش الحاجه اللي كلنا كنا متوقع او كجماهير مصريه كنا متوقعينها. وفي نفس الجزء الثاني من السؤال المرتبط بيه نفس الكلام، يعني طب لو احنا هنتكلم عن باريس 2024 هل هنقدر بقى ساعتها يبقى في سكور مختلف يا فندم؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي الشيء الطبيعي بعد اي بطوله كبيره مثل دوره الالعاب الاولمبيه بيحصل تقرير فني وإعادة الدراسة، نشوف إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف. نقاط الضعف كانت باينة بالنسبة لنا طبعا إن لازم يكون في طبيب نفسي يختص على للرامي، إن هو إزاي يحصل إدارة قوية للمباراة، لأن هو بمجرد ما يحصل إدارة قوية للمباراة فاللي عمله في بطولات العالم يستطيع تنفيذه في دورة الألعاب الأولمبية. يمكن الخطة الجديدة اللي إحنا بدأنا نوضعها كمجلس إدارة إن إحنا نتخطى هذه النقطة، لأنه لابد من احنا معرفه ايه السبب في هذا الموضوع بالظبط. احنا حصلنا، يعني ندي مثال، الرامي عزمي محلبة 6 بطولات عالم حصل على 4 مراكز 4 ميداليات منهم. طيب ما هو حصل 4 ميداليات، طب ودوره الالعاب ليه؟ انا اقدر نقول ان في جزء يحتاج التركيز عليه، وده يمكن ناقشته مع السيد الدكتور اشرف صبحي منذ يومين هذا الموضوع، وان احنا ازاي نوصل بالعالميه المستوى اللي احنا فيه، ازاي نستمر ويستكمل في دورات الألعاب الأولمبية، وده خطة موضوع ان شاء الله هنتخطاها باذن الله.